ليعلم أن زواج عمر بأم كلثوم رضي الله عنها بنت علي رضي الله عنه هذا واقع وحقيقة. ولذلك في صحيح البخاري لما أتي إلى عمر بمروط يعني أكسية وكان هناك مرط جيد قال من عنده أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عندك، يعنون بذلك أم كلثوم بنت علي، لكن التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه أن ما ورد من أن عليا بعث بها إلى عمر وكشف عن ساقيها وقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك، فهي لا تصح، بها انقطاع، بها انقطاع. ولذلك تفطن الألباني في آخر أمره فإنه صححها، لكن قال تبين لي بعد أن طبع مصنف عبد الرزاق أن الراوي لهذه القصة ليس محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية أدرك عمر، فتبين أن الذي رواه هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي وهو لم يدرك عمر، ففيها انقطاع فلا تصح. وأضعف منها، أضعف منها من حيث السند، أنه قبلها، لكن زواجه بها ثابت صحيح. بالنسبة إلى التقبيل ضعيفة جدا، فإذا لا يلتفت إليها. لكن بالنسبة إلى كشف الساقين، انتبه، بالنسبة إلى كشف الساقين منه رضي الله عنه كما أسفنا ثبت أنها ضعيفة بالانقطاع فلا تصح. سلمنا أنها صحيحة، فإن في هذا دليلا لقول من يقول من العلماء إن الخاطب له أن ينظر إلى الساق